أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا حول الأوضاع داخل العاصمة طرابلس، وقالت إنها تحولت إلى مدينة ثاترة مضطربة يملأها القلق والمسلحين، رهينة الحرب التي تعصف بالدولة. وقالت الصحيفة إن ليبيا لا تملك مزيدا من الوقت لكي تخرج من أزمتها الحالية، خاصة مع انخفاض احتياطيات الدولة النقدية والتي وصفتها الصحيفة بجائزة تستهدفها التشكيلات المسلحة، انخفاضها إلى مستويات مقلقة للغاية وتحولها إلى السوق السوداء، انتشار مهربي العملة من الدولار واليورو. للمزيد دائما زوروا موقعنا الوسط.ly.